مبروك يا رب. الله يبارك فيك. مبروك يا صاحبي، خلي بالك من اخويا، ده هيكون في عينيا يا ابني. وانت كمان هتكوني في عينيا والله. خير يا حسين، مش رايح تبارك لرؤوف؟ خلاص رؤوف هيتجوز سوا. ما الفرح قدامك اهو. كان لسه عندي امل. اعتقد ان الامل ده خلاص انتهى. تعال يا حسين وارجع لبيتك ومراتك وابنك صفا، لازم تنسى سوها. مش ممكن، مستحيل، مفيش اي قوة في الدنيا تقدر تاخد مني سوها. الظاهر انك متقل في الشوربة حبتين. اللي هياخد مني سوها هقتله، هقتله. والله العظيم انت مجنون، مجنون. مالهم؟ الكل بيحسدوني لاني قطفت اجمل زهرة في الدنيا. وليه ما يكونوش بيحسدوني انا؟ صديق العزيز، زوجة صديق العزيز، اخت صديق العزيز، اسمحوا لي ان اهنئ نفسي بعقد قرانكما، ولكني كنت اود. قول لي قبل، انت ايه اللي اخرك كده يا ابراهيم؟ مرات يا سيدي ما حبكش انها تولد الا وانا جاي لكم. الف مبروك. وجابت ايه؟ عادل. الف مبروك. طب الجدع انت واعمل زي وهات ولد. لا يا سيدي، انا عايزه بنت. طبعا ما هي ضمنت العريس. تسمعي يا سهى هانم، اخطب بنتك لابني عادل؟ لا، اجوز بنتي لابنك؟ ده انا كنت موت نفسي. مالك يا ابراهيم؟ الآن شوية. ليه؟ في خايف لا تصيبنا عين. أنا جبت ولد وأنت هتتجوز وتريح دماغي. يا ساتر، قد كده كان تعبك؟ كان طول النهار مالوش سيرة غير سهى. سهى شفتها النهاردة، سهى ضحكت لي، سهى ما كلمتنيش في التليفون، سهى اتأخرت عن الميعاد 5 دقايق. أنا بحبها يا إبراهيم، بحبها وما أقدرش أستغنى عنها. رؤوف، ممكن أتكلم معاك على انفراد؟ شايف يا ستي؟ عايزني اقوم من جنبك عشان اقعد مطرحي، لكن ده بعدك. تعال اتفضل. ايه في ايه؟ حسين الشرباجي. ماله؟ اصل وانا جاي قابلته وكان سكران ولخبط معايا في الكلام. لخبط يعني ايه؟ يعني زي ما تقول بيهدد. بيهددك انت؟ ويهددني انا ليه؟ وانا اللي هتجوز سهى؟ ده ولد طايش، ما تاخدش على كلامه. رؤوف، انا قلبي مش مطمن. انسى الموضوع ده خالص. Thank you.
دكتور 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 يا جماعة عامل معروف دكتور سهر حبيبتي سهر الغدا جاهز يا رؤوف. انا عامله لك اكل في منتهى الحلاوه، بس دوق والنبي. عم امين مستغرب، ما كانش يعرف اننا طباخه شاطره بالشكل ده. بصراحه انا بقالي 29 سنه طباخ، محدش غلبني الا ست فوقيه. اول ما وقفت معايا في المطبخ حسيت ان انا عيل صغير ولسه بتعلم. يعيش المعلم ويتعلم. اهلا استاذ ابراهيم. اتاخرت كده ليه؟ المواصلات. تصوروا عديت كوبري قصر النيل في 3 ساعات. اصل كان في حفله عرض سيارات من 10 لواحدة، يبقى منظر ظريف جدا واحنا داخلين اول الكوبري الساعة 10 وخارجين من اخره الساعة 1. وازاي يا عادل؟ بومب. عم امين. نعم يا استاذ ابراهيم. انت اتصلحت واتنجرت قوي. اشمعنى يعني؟ الاكل بتاعك طعم. خلو خلو. الكلام الحلو ده للست فوقية هانم، هي اللي عملت الاكل. يا بختك يا سي رؤوف، يا بختك. عين عليا انا، ماليش اخوات بنات. ورب اخت لم تلدها امي تطبخ لي وتضع اللقمه في فمي. اذا جعت شمرت عن ساعديها وقالت: قل يا اخي يا ابن ابي وامي. قل يا اخي يا ابن ابي وامي. عم امين. نعم. اعمل لها 2 قهوه وهاتهم في الصالون. حاضر.
انا جايب لك معايا اخبار مدهشه. توكيل الشركه الالمانيه بعتولي جواب انهم موافقين، والعموله فوق ما تتصور. مبروك. بس يا حلو، من بكره تواظب على مواعيد المكتب. مش قادر يا ابراهيم، مش قادر. انت لو كنت موظف حكومه كان زمانهم رفدوك. ارفدني يا سيدي. هو انا اقدر؟ معاش اللي يرفدك، بس نفسي ترجع لطبيعتك وتنسى اللي فات. صورتها ما بتفرقش يا خيالي، كانها بتحاسبني انا المسؤول عن موتها. الرصاصه كانت ليه انا؟ انت مالكش ذنب. كان لازم اقتله عشان ارتاح. كفايه انا ربنا انتقم لك وما تقبش عموده. مش قادر انسى، مش قادر، مش قادر انسى. يا رؤوف، الانسان اقوى مخلوقات الله. طلعنا القمر، هدينا الجبال، لكن في حاجه ما نقدرش عليها، الموت. يا ريت كان بايدينا، ما كانش فريقنا اعز الناس لينا. تعال تعال بص. تعال. اسمها ولاء، يتيمه، اهلها ماتوا في الحرب في بورسعيد، ملهاش حد في الدنيا، لا قريب ولا معارف. جابها لي الشيخ مختار علشان اربيها. اول ما شفتها قلبي داب، حسيت اني مش ممكن افرط فيها، لكن مين هيرعيها؟ ايه المانع انك تتبنى البنت دي؟ فكره مدهشه يا رؤوف، مش كده؟ تفتكر حالتي تسمح لي ان انا اشوف بنت رايحه جايه قدامي؟ دي ظريفه جدا، انا هخليها تطلع وتتكلم معاها، تاكد انك هتحبها جدا، وما تنساش ان سهى كان امنيتها يبقى لها بنت. ولاء، تعالي يا انسه ولاء، تعالي. مين البنت الأمورة دي؟ بنت أخوكي. أخويا؟ أه؟ أخويا مين؟ رؤوف. إيه رأيك يا ولاء؟ تقعدي هنا لغاية ماما وبابا ما يرجعوا من السفر، ها؟ تسمح لها؟ سمعينا يا ولاء. لا سي صوت. اه ريت. برافو برافو يا ولاء. شايف يا استاذ؟ منك الرهان عمري. دي بقى عايزه تفكير. اسعارك؟ يا ريت. فستان؟ يا بابا ده الدولاب فوق مليان فساتين. شنطه؟ ده انا بفكر اعمل معرض شنط. امال عايزه ايه؟ بصراحه مش عايزه حاجه. لا انت باين عليكي عايزه هديه غاليه قوي. بصراحه ايوه. ايه هي؟ انت مش عيد ميلادك يوم الخميس الجاي؟ ايوه. وطبعا هتجيب لي هديه. انا؟ طبعا زي كل سنه. والهديه دي بقى حضرتك اللي هتختاريها؟ بدون شك. واخترت ايه؟ بصراحه يعني هي هديه متواضعه قوي. ايه هي؟ عربيه. ايه؟ عربيه؟ عربيه بابا. حسبي بس، حسبي حدوسيني يلا. طيب هتعملي ايه بالعربيه؟ ما انا كل يوم بوصلك وبجيبك من المعهد، وعمري ما اتاخرت عن اي مشوار تحب تروحيه. يا بابا انا ضميري بيعذبني علشان بعطلك عن شغلك. ليه يا شيخ؟ انت بقى تروحي تقولي لضميرك يستريح، انا مبسوط كده. بس انا مش مبسوطه كده، انا نفسي يكون عندي عربيه. انا شايف ان ملاش لزوم كده.
طب خلاص ما دام مش عايز بلاش. انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب. انت عارفه معزتك عندي قد ايه. يعني موافق؟ موافق يا حبيبي يا بابا اهو كده. ده ايه العواطف دي كلها؟ الله اهلا يا عم ابراهيم. ايه يا ابني الشاكه دي كلها؟ اول مره يخرج اجازه من الكليه صمم انه يجي لعمه عشان يوريله البدله. مبروك يا عادل. متشكر يا عم. لكن قول لي ايه البوس اللي على ودنه ده؟ اسأله يا سيدي. بابا حبيبي هيجيب لي عربيه بمناسبه عيد ميلاده. احنا لازم نعينك مديره للشركه بتاعتنا. انت الوحيده اللي تقدر تقنعي رؤوف. قوي قوي. انا ما عنديش مانع امسك لكم المكتب بس بعد عيد الميلاد. ما تتكلم يا ابني ما تقول حاجه. قول. كل سنه وانت طيبه يا ولاء وعبال ما اشوفك عروسه. لسه بدري. ايوه كده ما شاء الله على النصاحه. ايه رايك في دور شطرنج؟ واتحمره زي كل مره. انت كل مره بتغلبني يا اخي. تعالى بقى هسمعك حته مزيكا تجنن. ولاء كبرت ملت عليا حياتي مش عارف من غيرها كنت حاضر اعيش ازاي. ربنا يخليها لك. هو ما بيتحركش ليه؟ هو مين؟ الحمار. ها؟ قصدي الحصان. الحصان. احركه لك يا سيدي. كش. ها؟ ايه رايك؟ ايه يا استاذ؟ سرحان في ايه؟ لا ابدي. اصل في قطه خربشتني وانا جاي ومدوخاني. لازم ما عرفتش تعملها كويس. مش عارف اعملها خالص. طب سيبك بقى من القطه وهسمعك تاني. لو بالهول نطق هو مش هينطق. انت بتتكلم على مين؟ الفيل مش قادر يتنفس. ما انا زنقه. لو جبته كده هجيله كده. العب. مع السلامة نوال. هي حصلت تبصي قدام اللحد مش خايفة؟ وخايف من مين؟ العميدة تشوف بترفدك لسوء الأخلاق. يا بنت خليكي ناصحة. يوصلك على الناصية مش حين عينك. يوصلك لحد هنا وتبصيه كمان. انتي بتتكلمي عن مين بالظبط؟ الحليوة اللي بيوصلك كل يوم. يا عبيطة ده بابا. هو اسم بابا اليومين دول؟ لا اسمه غلبة. حاجة غلبوية. صباح الخير. صباح الخير. مندوب الوكاله ما جاش؟ اتصل بسيادتك وقال انه هيتصل تاني. الاستاذ رؤوف جوه؟ ايوه يا فندم. اهلا ابراهيم. اهلا بيك. مندوب الوكاله هيتكلم، فكر بسرعه، نوافق ولا نعصلك؟ هو فرق كبير بين الموافقه والعصلجه؟ طبعا. الموافقه يعني لازم نقعد احنا الاثنين نستنى المندوب عشان ياخد توقيعاتنا. والعصلجة معناها ان لازم واحد يزوغ والتاني يتحجج بيه. انا بقى اللي هزوغ. ما انت عارف لازم اروح المعهد عشان اجيب ولاء. لكن دي صفقة مهمة جدا. البركة فيك يا اخي. يا رؤوف ولاء مش صغيرة، ممكن تروح لوحدها. وكمان لازم تديها شيء من الحرية. مش معقول تفضل طول عمرك كابس على نفسها بالشكل ده. هي اشتكت لك؟ لا. خلاص ما تحشرش نفسك في حاجة ما تفهمش فيها. خلاص محشوش نفسي محشوش نفسي. افندم اي خدمة؟ لا نسى ولا نقولها مين؟ رؤوف. وسيادتك تقرب لها ايه؟ بابا. بابا متأكد؟ طبعا متأكد. دقيقة واحدة اتفضل استريح في الصالون. دقيقة واحدة. ولاء ولاء ولاء. إيه؟ انا طالبه قرب منك.
في مين يا ترى؟ جوزيني باباكي. بتقولي ايه؟ بقول لك جوزيني باباكي لانتحر. وتنتحري ليه؟ هو فين؟ مستنيني. مستنيكي في الصالون. طيب تعالي هنا، رايحه فين؟ اتقالي يا عبيطه. مبروك يا بابا، انت اتخطبت. بتقول ايه؟ نوال صاحبتي خطبتك مني النهارده. تتصور يا بابا اصحابي مش مصدقين انك بابايا؟ للدرجه دي؟ واكتر. واضطريت النهارده اقول لهم خطبه. خطبه؟ اه. زميلاتي وزملائي، بما انكم جميعا اغبياء وتشكون في ان بابا هو مش بابا، فانا ادعوكم جميعا لحضور حفل عيد ميلاد بابا، والعقيبه عندكم في المسرات. يعني عزمت زمايلك؟ 20 طالب وطالبه. ده احنا هنسمعك تواشيح لما تشبع. امري لله. اتفضلي. مع ولاء يا عم. اه اوي اوي. ارقص مع نوال. بيقول لك ولاء مش نوال. ايه ده؟ تعالي على فين؟ تعالي بس يا صحيح. عقبال 100 سنة. 100 500 500 1000.
انا ليت الشباب يعود يوما فاخبره. انت تقعد تتفرج وبس. شباب يا رؤوف، شباب لراح من مقاونطة. ما احنا كمان خدنا حقنا. شباب ليمدي واخد زيادة عن حقه. بالعكس، دول حيارة، جيل ضايع بين القديم والجديد. فعلا جيل متقلب بين الجيرك والطنجو. سبحان الله، هم كده قلبهم طيب وبيحبوا بعض. بابا. نعم، لتالت مرة تقول بابا واقول لك نعم. ما تنط، ما تتكلم، عايز تقول ايه؟ اتكلمت عم رؤوف؟ قال لي استنى شوية لغاية ما ولاء تخلص معها. طب هشبكها اخطبها؟ اللي لازم تفهمه ان ولاء هي حياة عمك رؤوف، مش من السهولة ان يديها لك كده اول ما تطلبها. يعني ايه؟ ما يعنيش ولا حاجة، انت برضه تتلحلح معاها شوية عشان هي ممكن تساعدنا. فاهم ولا تحب افهمك؟ فاهم يا بابا. الحمد لله، بفتكرك مش فاهم. طب اعمل ايه؟ تعالى بص، بص لنفسك. شاب وسيم هيتخرج ظابط قد الدنيا، مستقبله مضمون، بس ناقصه شوية ثقة في النفس. فاهم ولا تحب افهمك؟ والله باين عليك مش فاهم. يا بني آدم اتلحلح، اتحرك، ما تبقاش زي ابو الهول وانت معاها. حسسها انك مهتم بيها وبتحبها. انا فعلا بحبها يا بابا، بس افهمها ازاي؟ انا هقولك ازاي. انت تروح لها بكرة وتعزمها. اعزمها؟ وعمي رؤوف؟ خليه علي انا، انا هحبسهولك في البيت. ايه اللي انت عملته ده؟ يعني لو حد شافك وقال للبابا اعمل انا ايه؟ بصراحة انا عزمك على الغدا. والمحفظة معاك ولا نسيتها؟ يعني ايه؟ اصلك كل مرة تعزمني وانا اللي ادفع. اخفى عليك. انا اسف يا ولاء، اصلي نسيت المحفظة. هي حصلت غير مرة واحدة؟ هتذليني بيها؟ مش يمكن تستحلاها؟ اطمني، المحفظة مليانة وعمرانة فلوس. ارجوكي، في كلام كتير لازم اقولهولك. طيب يلا بينا. ايوه يا ابراهيم، ما انا قاعد وهو مستني يا اخي. انت قاعد؟ طب خليك قاعد، المندوب اتصل بيا وجاي لك حالا، ما تتحرك. يا كابتن. نعم. ندمان؟ على ايه؟ علشان عزمتني. وليه بتقولي كده؟ من ساعه فاتوره الحساب ما جت وانت قاعد مبوز وسرحان، مالك؟ ولا
ممكن نتكلم جد شويه؟ عارفه عارفه هتقول ايه. لازم تعرفي يا ولاء ان انا طالب في الكليه الحربيه وباخد مصروفي من بابا، وما كنتش متصور ابدا ان شهيتك مفتوحه للاكل بالشكل ده. مش كده؟ اما انت يا كابتن مش قد العزوم، بتعزم ولاد الناس الطيبين ليه؟ على العموم انا هدفع حسابي وبس، اما الباقي اخش اغسل بيه الطباق والصحون. انا اذنك. ولا نعم. تتجوزيني؟ نعم. تتجوزيني؟ ايه؟ هو انت فاكر عشان عزمتني على غدوه تقوم تورطني في جوازه؟ ولا انا بحبك وعايز اتجوزك. لكن انا بقى الحمد لله سليمه وبكامل قواي العقليه، ولا افكر في ارتكاب هذه الجريمه البشعه ابدا. لكن انا بحبك يا ولاء. عادل، احنا طول عمرنا اصحاب واخوات، واحسن لنا نفضل كده. لكن يا عادل انت لسه ما اتخرجتش، ومين عارف لما تتخرج هيحصل ايه؟ يعني جايز تغيري رايك؟ جايز. يعني في امل؟ يلا. ايه يا كابتن؟ على فين؟ مش هتدفع الحساب؟ انا مش فاهم الراجل المجنون ده سابني ملطوع ساعة ونص ليه؟ يمكن في حاجة معطلة. ولا كمان اتأخرت. ما انت عارف الخياطة ومواعيدها. الو، بقى ده اسمه كلام يا ابراهيم؟ ما جيتوش ليه؟ يا سيد الراجل كلمني واعتذر لي. انا اسف، يعني ممكن تتحرك. مع السلامه. ما تزعلش كده، ما دام قالت لك في امل يبقى خلاص في امل. يا بابا دي خلتني في حاله ياس. امال عايزها ترتمي في حضنك وتقول لك انا بحبك؟ يا عادل يا ابني اتعلم، التقل صنعه. هي بتحبك، اسالنا انا. بوسي 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 بوسي. ميرسي. انا اسفه، كنت فاكره مفيش حد هنا، اصل من مده طويله والفيلا مهجوره. هو حضرتك صفوه الشربجي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. صاحب الفيلا؟ ابن المرحوم صاحب الفيلا. بس دي دايما مقفوله وما فيهاش حد. الحقيقه انا باجي هنا مره كل شهر كل شهرين، وما فيش حاجه بتونسني الا القطه بتاعتك. طيب عن اذنك. ارجوكي افندم ما تحرمنيش اني اشوف القطه. حاضر. سعيدة يا طن. اهلا يا حبيبتي. اتأخرتي ليه يا ولاء؟ القطة يا سي بابا هي اللي عطلتني. لقيتيها فين؟ فضلت ماشية وراها لغاية لما عرفت هي بتزوغ مني فين. فين؟ بالفيلا المهجورة اللي جنبنا، فيلا الشرباكي. القطة دي مش لازم تفضل هنا ابدا. ايه؟ امين امين افندم. سعادة البيه، خدي القطة دي ارميها بعيد عننا، مش عايز اشوفها تاني. حاضر يا فندم. معلش يا بنتي، هاتيها ما تزعليش. عمتي هو زعلان من القطة ليه؟ معلش يا حبيبتي تعالي. قلتلك السلام، وصلك ولا لا؟ مع مين؟ مع القطة بتاعتك. دي القطة بتاعتي سببت لي مشاكل وخلت بابا زعل مني. ليه؟ هو بابا ما بيحبش القطط؟ ده طردها من البيت. عموما هي جات لي،
وانا رحبت بيها. نازله عندي معززه مكرمه. لكن دايما تسال عليكي. كان نفسها تشوفك. ولست ابني فين؟ الحقيقه هي قطه ظريفه. استلطفتها من اول نظره. تصوري هي اللي حببتني في الفيلا وخلتني ما افكرش ابيعها واعيش فيها. وابيعها ليه؟ خساره انك تبيعها. دي في موقع جميل جدا. ده انا كنت دايما بستعجب هي ليه دايما مقفوله؟ عشان انا دايما مش موجود. وحضرتك بتشتغل ايه؟ ضابط في الجيش برتبه رائد. من يوم ما اتخرجت وانا على الجبهه. ياه. ومش حاسبها ابدا لغايه ما انتهر ارضنا. انت متفائل قوي. احنا عهدنا ربنا لازم نرفع راسنا مهما كانت بتنزف دم والم ومراره. يا ريت كل الناس زيك. انا واحد من الالوف اللي واقفين على الجبهه. كلنا عزم وتصميم اننا ما نفرطش في حبايه رمل واحده مهما كان الثمن. برافو يا كابتن، برافو. اه ده الكلام المظبوط. بكره تشوف انه هيتحقق. يا رب يجي بكره بسرعه. ما تستعجليش. هانت. وانتي طالبه طبعا في المعهد العالي للموسيقى العربيه. برافو، باين عليكي فنانه. انا صحيح؟ ازاي؟ من مسكتك للكوريك تمام، كانك ماسكه خوص وبتعزفي على كده. يا ايه؟ ايه ده؟ يا خبر. ميرسي. ايه رايك؟ احنا لازم ندرس مصير القطه شويه. طيب اتفضل. شفتي بقى ان القطه قدمت لي خدمه كبيره؟ لولاها ما كنتش اتعرفت على اجمل واظرف وارق انسانة شفتها في حياتي. يا كابتن صفوت، احنا جايين نتكلم عن مصير القطة. اه الحقيقة هي مشكلتها عويصة، محتاجة لنقاش طويل. ما تيجي نقعد شوية ناخد شاي، الموضوع محتاج دردشة. معلش وقت تاني، اصلي عندي بروفة عشان حافظ المعهد. امتى؟ الخميس الجاي. يا خسارة، اصل انا مسافر الجبهة بعد الظهر، كان نفسي احضر. انا اصلي من هواة الموسيقى والقطط. تسمح لي يا كابتن اوصلك لاقرب تاكسي؟ هتعبك. ده اقل شيء نقدمه لجنودنا على خط النار. اهو ده اللي احنا محتاجينه، انكم تثقوا فيه. الثقه موجوده يا كابتن، بس المهم تشد حيلكم معانا. اطمني، وصيتك دي هبلغها لزملائي على الجبهه، واتمنى ان اسمع عن نجاحك في الحفله. متشكر قوي. مش يلا بينا بقى؟ عزيزتي ولاء، أكتب لك من أرض البطولة، من جبهة القتال. نحن هنا نتطلع إلى يوم عظيم في سيناء الغالية، يوم نضرب فيه العدو ضربة الثأر لشهدائنا ولأرضنا الحبيبة. إن إيماننا بالله وبالوطن لا يدفعنا للتضحية بالروح والدم حتى يتحقق الحلم إلى نصر كبير إن شاء الله. ولا سأكتب لك مرة أخرى صفوت. Thank you.
بعد أن انتهت تدريباتنا اليومية الشاقة التي نعد فيها ليوم النصر. إن سعادتنا بالغة، لأن استعدادنا هذه المرة يختلف تماما عن كل المرات السابقة. نحن الآن أقوى وأقدر على المواجهة والضرب، ومع سعادتنا هذه شوق شديد لهذا اليوم. عندي أجازة لمدة 24 ساعة يوم الخميس، أتمنى أن نلتقي. خضتيني يا شقية. مشغول في ايه يا بابا؟ بجهز اوراق العملية الجديدة. ممكن اساعدك؟ تقدري تجيبي لي الرسومات اللي فوق؟ طبعا. يا حرام عليك، دي عايزة سلم يا بابا. لا سلم ولا حاجة، اتفضلي. هتشيلني؟ يلا هوبا. الاتنين ولا واحد؟ الاثنين. مش لاقياهم. يلا بقى يلا. بصراحة عايز افطر كده شوية. انزلي بقى بقى الشقاوة. يلا يلا. طب خليني كده شوية يا بابا. يلا. نفسي بقى اخلص دراسة ونسافر بقى يا بابا. ما احنا مسافرين يوم الخميس اسكندرية. ها؟ يوم الخميس؟ الله، احنا مش اتفقنا وقلت انك هتاخدي اجازة؟ يا خبر، شوف بقى حظي الوحش. ليه؟ تصور عندي امتحان يوم الخميس، طب انا اعمل ايه؟ خلاص بلاش اروح الامتحان. وده معقول برضو؟ بسيطة، ممكن اعيد السنة. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انت تروح امتحانك وانت يا بابا؟ هسافر لوحدي، ولو اني كان يهمني انك تيجي معايا. معلش بقى، حظي كده، ولو اني هموت هتجنن على الكابوريا والجمبري. من حسن حظك عم امين عامل لك جمبري النهارده. بتتكلم جد؟ عم امين؟ يا عم امين يا راجل يا عظيم يا بتاع الجمبري. بابا سوري يا بابا، عن اذنك. كم كنت أتمنى أن أكون إلى جوارك وأدي في الجبهة عملا أسجل فيه لنفسي فخر الخدمة لبلدي. كم كنت أتمنى أن أقف معكم على أرض المعارك حيث النار والدم، أدفع معكم ضريبة الوطن لأشارك في تحرير شهادة ميلاد مصر الجديدة يوم يتحقق النصر إن شاء الله. صفوت، أنا مشغول عليك قوي وبدعي لك من كل قلبي، وقلبي معاك. إن شعار الجنود هنا النصر أو الشهادة، وعندما تأتي ساعة الصفر ستبلغ فرحتنا قمتها، لأن إيماننا بالنصر أكيد.
مبروك يا حضرة الملازم. انت بتعيط يا بابا؟ من فرحتي يا ابني. الحمد لله اللي ربنا طول في عمري لحد ما شفت النجمة متعلقة على كتفك. الفضل ليك يا بابا. انا النهاردة رسالتي كأب انتهت. قول بقى انك بتعيط من الفرحة عشان هرحمك من المصروف. انت من النهاردة مسؤول عن نفسك، تتصرف زي ما عجبك، لكن ما تنساش ان لك صديق بيحبك وهيفرح لما تستشيره. ويا ترى مين الصديق ده يا بابا؟ انا. ايه رأيك يا بابا لو نروح لعمي رؤوف عشان نفرحه بتخرجي؟ شوف بقى الصداقة اللي بينا لازم تقوم على الصراحة. تقوم تقول لي ايه رأيك لما نروح لولاء وافرحها بتخرجي؟ لا ده انت صديق متعب قوي. اطمن، انا هتصل بعمك رؤوف، بس كنت مستني اليوم ده. ربنا يخليك ليا يا صديقي يا ولد. ولاء. أفندم. كنت فين؟ في معهد. كدابة، أنا رحت لك المعهد مالكيش رحتي خالص. أصلي وصلت نوال بالعربية لغاية مصر الجديدة. هاتي مفتاح العربية. مش هتركبيها بعد النهاردة. أنا حابة أوصلك وأرجعك تاني. حاضر. مالكش حق يا رؤوف. ليه بتعملها كده؟ هي عملت ايه؟ مش عارفك ايه اللي عملته. تصدقي صحيح انها وصلت نوال مصر الجديدة؟ مش يمكن. مش معقول يا رؤوف، انت بالطريقة دي هتخلي البنت تخبي عليك لو في حاجة. واحدة في سنها من حقها تخرج وتقدر تحافظ على نفسها، هي مش صغيرة. انت زعلانة مني؟ لا مش زعلانة. امال مبوزة ليه؟ غصب عني يا ولاء، ليه كدبت عليا؟ انا مصدقك انك رحت عند نوال، لكن انا مرة تقولي لي. حاضر. ما تخبيش عليا، لو عرفت انك خبيت عليا هزعل قوي. حاضر. أنا خايفة، حاسة إني بعمل حاجة غلط، مش ممكن بابا يسامحني، مش عارفة أعمل إيه، أتصرف إزاي؟ اسمعي يا ولاء، باباك لازم يعرف الحقيقة. يا خبر، أنت اتجننت، ده بابا كان يموتني. أي أب يفرح لما يعرف إن بنته بتحب، خصوصًا إذا كان اللي بيحبها ده عايز يتجوزها. أيوة يا ولاء، هقابله، وهقوله إننا بنحب بعض. لا أرجوك، ما تقولوش إن إحنا نتقابل. قول له مثلا شفتني عند نوال صاحبتي. حاضر، حاضر. الخطوبة الأسبوع الجاي. طب باي باي بقى. في واحد عايز يقابل سيادتك. هو صعب الواحد يتكلم في الحاجات دي بصراحة. يا فندم انا طالب القرب منك في بنت سعادتك.
برا برا برا. تعالي هنا. عند نوال صاحبتي. انت كدابة، انت تعرفيني من زمان. لا، كنت بتقابليني ورايا مخبية عليا، كنت مستخفيني. ابدا يا بابا، ما حصلش ما حصلش. لو شفتيه مرة تانية انا حكي. رؤوف رؤوف حبيبتي. بس يا حبيبتي ما تزعليش، انا من حقي اني احب، ومن حقي اختار الانسان اللي بحبه. وما لقيتيش غير صفوت الشرباجي ده اللي تحبيه؟ ماله بس صفوت؟ بابا، حضرتك طول عمرك صريح معايا، اقدر اعرف ايه اللي مضايقك من صفوت؟ مش عايزك تجيبي سيرته بعد النهارده. هو حد قالك عنه حاجه يا بابا؟ ومش عايزك تقابليه بعد كده، فاهمه؟ يا بابا ده انسان طيب وفي منتهى الاخلاق، وانا واثقه منه. اخلاق؟ هو اللي زيه عنده اخلاق؟ ما هو يا بابا انا لازم اعرف، لازم تقولي. انت عارفه ده يبقى مين؟ ده ابن الراجل اللي حطم حياتي، اللي حرمني من السعاده. كانت املي اللي عايش عليه، اللي بكافح عشانه. ومن اليوم ده حسيت اني عايش من غير امل، وبقت حياتي في نظري ملهاش اي اهميه. عايش لمين؟ رؤوف. ليه كده يا رؤوف؟ ولاء، ولاء رايح فين؟ تعالي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا مش بنتك. انت ايه؟ اكتر من بنتي، انت كل شيء بالنسبه لي. انا بنت مين؟ تعالي. دلوقتي ليك حريه الاختيار، تصرفي زي ما انت عايزه. انا عمري ما هكون عقبه في سبيل سعادتك. مش ممكن انسى الايام الحلوه اللي كنت فيها من حياتي. صدقيني صدقيني يا ولاء. الإنسان اللي رباني وهب لي حياته؟ ما تنساش إني مديونة ليه بكل شيء. لكن أنا ذنبي إيه؟ صفوت، أرجوك تقدر موقفي، أنا بتعذب. أنا بحبك بس ما أقدرش. يعني نفترق؟ وشك بخير.
خلاص يا بابا، كل شيء انتهى بيني وبين صفا زي ما انت عايز. ريم انا عايزك. مبروك يا عادل، عمك رؤوف وافق. وحياه النبي، وحياه النبي، الله الله، انا اتجوز ولا يا بابا؟ مش معقول، انا مش مصدق نفسي. ما تقع يا ولد، انت هتتجنن. يعني اخيرا حست بيا، هتجوز ولا يا بابا؟ هتجوز ولا؟ هتجوز ولا؟ ايوه ولا، وابو ولا اذا كنت عايز. لا ابو ولا لا. بس امتى؟ انا لازم اسافر الجبهه، هسلم نفسي الجمعه بالليل. انا قلت لعمك رؤوف كده، لكن صمم انك تتجوزها قبل ما تسافر. مش معقول يا بابا. سيادتك يا فندم، ممكن تقولها لي كمان مره؟ يوم الخميس فرحك وتسافر يوم الجمعه وانت مطمن ان ولاء بقت مراتك. انصراف. معتبراني اخ وصاحب، وانا طول عمري بحبك ومش هخليكي تندمي ابدا انك اتجوزتيني. انت طول عمرك بالنسبه لي امل وحلم اتحقق. اوعدك اني احافظ عليه. عارفه، عارفه لو مت بكره مش هيهمني، لاني هعتبر نفسي عشت اللي دي. دموع في ليلة فرحك يا عادل، أرجوك. ولا أنا مش مستعجل. صباحيا مبارك يا عريس. سبع ولا طبع، باين عليك طلعت قطه. معلش الجوله الجايه ولا هتقعد عندي لغايه عادل ما يرجع. معلش يا عمي، انا عايز اقعد عند بابا. ما تتكلم يا عادل. والله هنا وهنا واحد، اللي هي عايزاه انا موافق عليه. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ممكن سيادتك يا فندم بس لغايه انشاص؟ اتفضل. انا يا فندم الملازم عادل ابراهيم. اهلا وسهلا يا عادل. يا ترى من اي كتيبه؟ انا يا فندم لسه منضم على الكتيبه اولى صاعقه. انت تعرف كتيبتك فين يا عادل؟ والله يا فندم انا اعرف انها في انشاص. الظاهر انك اول مرة تروح الكتيبة. تمام يا فندم. طب انا هوصلك. متشكر يا فندم.
دل على السلامة يا فندم. الله يسلمك. إن شاء الله أخبار مصر تكون تمام. تمام يا مجدي. عادل. أيوة يا فندم. اتفضل. حاضر يا فندم. أقدم لكم ضيف جديد. ملازم عادل إبراهيم. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. إن شاء الله تحس إنك بين إخوانك. متشكر يا فندم. اتفضل مع مجدي. حاضر يا فندم. تفضل. متشكر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. إن شاء الله تكون بداية طيبة هنا لحياتك العسكرية. إن شاء الله يا فندم. على كل حال أنت بختك كويس. إحنا بيحسدونا إن قائدنا سيادة الرائد صفد الشربجي. تفضل. متشكر يا فندم. معاك يا مصطفى. وانا تحت امرك يا فندم. طب بس ما تخلص اللي في ايدك. حاضر. اتفضل سيادتك يا فندم. انا احب العب شطرنج. الشطرنج يا فندم بيعتمد على الذكاء. الشطرنج فيه المفاجأة. والمفاجأة عنصر اساسي في الساق. سيادتك تمام يا فندم. تحرك الحصان وتكش الملك توصل لهدفك. احنا يا فندم عايزين نكش العدو. استنينا كتير والرجاله جاهزه. قريب يا عادل. قريب قوي. Yes.
اتفضل اقعد. انا ليه طار معاك يا مصطفى؟ وانا تحت امرك يا فندم. طب بس ما تخلص اللي في ايدك. حاضر. اتفضل سيادتك يا فندم. انا احب العب شطرنج. الشطرنج يا فندم بيعتمد على الذكاء. الشطرنج فيه المفاجأة، والمفاجأة عنصر أساسي في الساق. سيادتك تمام يا فندم. تحرك الحصان وتكش الملك توصل لهدفك. احنا يا فندم عايزين نكش العدو. استنينا كتير والرجالة جاهزة. قريب يا عادل، قريب قوي. ولا حاجة يا فندم. يا راجل، ده انت بتكتب كلمة وتسرح سنة.
ولا حاجه. اصل سيادتك فندم يا ترى من وحشك بسرعه؟ اصل يا فندم انا لسه عريس جديد. سيادتك فندم بتصور انا سلمت نفسي للكتيبه يوم الصباحيه. معلش كل يهون. يهون يا فندم. طيب ما عطلكش. ايه يا رجاله؟ ايه اخبار طول؟ تمام يا فندم. تمام يا فندم. اسمع مجدي. ايوه يا فندم. اول مأمورية لمصر ابعت فيها الملازم عادل ابراهيم. يا فندم ده ما بلوش هنا اسبوع. معلش احنا خطفناه من مراته يوم الصباحيه. امرك يا فندم. ابسط يا عم، نازل مصر بعد يومين. مصر؟ مش معقول يا فندم. بركة في سيادة القائد، وضبها لك وكله تمام. متشكر يا فندم. انتبه. تمام يا فندم الطابور. يومين عسل كويسين. متشكر يا فندم. ستك عقبالك يا فندم. لليمين دور. خطوه سريعه مارش. البيت وطمنهم. طيب يا سلام. امال سواء فين؟ بيمضي الترفيه يا فندم وجاي حالا. طب استعجلوا من فضلك. سياده القائد عايزك. عايزني انا يا فندم؟ أوامر بإلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى. اللي تؤمر بيه سيادتك يا فندم. معلش أول فرصة أوعدك أنزلك مصر. أي أوامر يا فندم؟ متشكر. ألو. أيوة إبراهيم. بتقول إيه؟ الحرب قامت؟ طيب عن اذنك. قام العدو في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفران والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج. وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المواطنون، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 2 وهذا نصه: ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا، تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية
بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة وهنا القاهرة. مش معقول، مش معقول. ولاء، ولاء، عبرنا القناة يا ولاء. اقري ورفعنا العلم يا بابا. الحمد لله، الحمد لله. كان لازم ده يحصل، خلي العالم يصحى شوية. حاولنا بالسياسة نشوف حل، محدش كان بيسمعنا أبدا. دلوقتي هيسمعوا صوتنا لأننا بقينا في مركز القوة. ده أنا لازم أوزع الشربات. شربات إيه بس يا عم أمين؟ إحنا لازم نعمل حاجة. هنعمل إيه يا ولاء قوليلي؟ دي اللحظة اللي بلدنا محتاجة فيها كل إيد، كل عرق، كل نقطة دم. تمام يا فندم، أي أوامر سيادتك؟ عادل، العدو بدأ في تدعيم قواته غرب القناة، ودفع بعنصر مدرع منتظر مروره من على الكوبري ده في اتجاه الإسماعيلية. أوامر القيادة نمنع مروره مهما كان الثمن. عادل، جهز مجموعتك، العدو لا يمكن يقرب الإسماعيلية. ما يدخلوهاش إلا على جثثنا يا فندم. ربنا معانا. الله أكبر. الله أكبر. الآن؟ بالعكس يا فندم، بس ما كنتش متصور إن احنا هنحارب ولا العدو كمان. الأربع أيام اللي فاتوا خسروا أكبر خسائرهم، مغامرة فاشلة دخولهم الدفرسوار، محاولة لتغطية فشلهم، نجاح العبور وروع التنفيذ ولسه رابكهم. بس الثغرة دي يا فندم احنا نقدر نقضي عليها في ساعات. اتقل عريس، اتقل. الحرب فيها المفاجأة وفيها الصبر. دي مصيادة دخلوها برجليهم عشاننا، عشان الصاعقة تشوف شغلها. إن شاء الله يا فندم بعد الحرب هعمل فرح، فرح كبير، فرح النصر وفرحي. هعزم سيادتك طبعا والكتيبة كلها. إن شاء الله يا عادل. بس سيادتك بقى يا فندم تبقى تشوف لنا كم مأمورية ننزل فيهم مصر يعوضوا اليومين اللي طاروا. هما الجماعة لوحديهم ولا مع العيلة؟ والدها موجود ووالدي أنا كمان، أصلنا نعرف بعض عائليا من زمان. دي هي قصة حب بقى. 16 سنة. 16 سنة من غير عقبات ولا اعتراضات عائلية ولا مشاكل من اللي بتصادف أي اتنين عايزين يتجوزوا؟ أبدا يا فندم، بس أنا ما كنتش قادر أوصل لقلبها أو أوصل لها مشاعري الحقيقية. أصلها كانت بتعتبرني زي أخوها. أنا كمان كان زماني بقيت عريس زيك. عقبات عائلية يا فندم؟ كانت أجمل وأرق بنت صدفتها في حياتي. قصة حب برضه.
كنا جيران، لكن ابوها او بيه ربنا يسامحه وقف في طريقنا. البنت ما قدرتش تعرضه وافترقنا، ولحد النهارده ولاء دايما جوايا. وحدة التنفيذ تقدم. قوات المجاميع خد مكانك. تعامل مع المدرعة الأخيرة. أنا
واحد انسحب. انت يا فندم عادل مش ممكن. قوم معايا. احنا حاربنا من اجل السلام، حاربنا من اجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. ازاي الحال يا كابتن صف؟ الحمد لله فوزيه. وحياتك لو سمحت تساعديني عشان اطلع شويه في الجنينه. حاضر. كويس هنا؟ كويس يا فوزية. العفو يا كابتن، احنا كلنا متطوعين لخدمة الأبطال اللي زيك. عزمك على الشاي، عندك مانع؟ بالعكس، أكون سعيد جدا. نفسي أسأل حضرتك شوية أسئلة محيراني، بس أرجوك تعذرني. أوي أوي، اتفضلي. ليه دايما قاعد لوحدك؟ وما بتقعدش مع الظباط تتسلى؟ أنا أحب الهدوء، وأحب أعيش مع ذكرياتي. ذكرياتك؟ طب مين هي ولاء؟ ومين هو عادل؟ اللي كنت بتردد اسمهم طول ما انت في البنك. ولاء. دي واحدة قريبتي. طب وعادل؟ ده واحد صاحبي. لا حضرتك بتخبي، ده انت اول ما فوق سألت عليه واتطمنت على صحته، ومع ذلك مصمم انك ما تقابلوش وما تعرفوش انك هنا. ارجوك يا فوزية دخليني جوه. حاضر يا صباح الخير. عادل. ولاء. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت هنا من امتى؟ بقالي كام يوم. وكده ما تديناش خبر، ولا حتى عمي ابراهيم يعرف؟ ما رضيتش اخدكم.
خصوصا ان الاصابه بسيطه. وهتخرج امتى؟ كلها يومين. انت كنت عايزه تساليني عن حاجه؟ لا طبعا، احنا فخورين بيك كلنا. وانت؟ وانا طبعا، ده انا كنت دايما بدعي لك ان ربنا يرجعك بالسلامه. ولا انا عايز اسالك سؤال بس تجاوبيني عليه بصراحه. طبعا يا عادل. انت كنت تعرفي؟ اعرف ايه؟ قصدي تعرفي اني انا؟ ابدا عادل، انا مضطر اسيبك عشان امر على زملائك اديهم الهدايا. اتفضل. مش هتيجي تاني؟ هاجي. الحمد لله على سلامتك يا كابتن. الله يسلمك. طلبة المعهد العالي للموسيقى العربية جايين يباركوا ويهنوا ويرجوا انك تقبل الهدية المتواضعة دي. انتي نوال سعيد. اهلا وسهلا، ازيك؟ وازاي؟ ايه يا كابتن، انت تعرفني ولا ايه؟ طبعا، قصدي كنت بحضر حفلة المعهد. ولازم عجبك صوتي، حاكم صوتي في التواشيح يجنن. تحب اسمعك حاجة؟ انتوا كلكم هنا؟ كلنا مين؟ الطالبات. جزء مننا، اصل احنا موزعين نفسنا على المستشفيات، وانت كنت من نصيبي. متشكر. عن اذنك، وان شاء الله هنيجي نزورك. ظابط يجنن ولا كلارك جيبل؟ تصوري كنت ناوي اطلب ايده واتجوزه. لا وتعمليها. اهلا يا فوزية. مبروك والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قائد المستشفى صرح لحضرتك باسبوعين اجازه مرضيه وقال لي اسلم لسيادتك الجواب ده. متشكر يا فوزية. العفو. ادخل. اهلا يا فندم. اهلا 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 يا عادل. اهلا يا فندم، فرصه سعيده قوي. ليا حظ اشوف سيادتك قبل ما اخرج. وانا كمان. حمد لله على السلامه يا عادل. الله يسلمك. الحقيقه اول ما وقف اطلاق النار واتفتحت الاجازات حبيت اجي اطمن عليك انت وصفوت. سيادة الرائد صفوت الشرباجي؟ ايوه. هو فين يا فندم وماله؟ الله، انت ما تعرفش ولا ايه؟ تأخرت عليك شوية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه؟ لا مفيش. فوزية. نعم. فين أوضة الرائد صفوت الشرباجي؟ أهي يا فندم. متشكر. نعم. Thank you.
انا ما كنتش متصور ان ولاء بتحب عادل للدرجه دي. دي كانت قلقانة عليه قوي وهو في المستشفى. اهلا اهلا بعروستنا الاموره. طبعا يا ستي مين قدك؟ ازيك يا عم ابراهيم؟ الحمد لله. البطل هيشرف. اهلا بالبطل. اهلا يا عم. الحمد لله على السلامة يا عادل. الله يسلمك. بذمتك يا ابراهيم انت مش فرحان وفخور بعادل؟ مالكم ساكتين كده ليه؟ في حاجة عايز تقولها يا عادل؟ الحقيقة يا عم انا ليا طلب عند حضرتك. كل طلباتك مجابة. أمر يا بطل. أرجوك يا عمي تعتبر إن جوازي من ولاء كأنه ما حصلش. الجوازة دي غلط. تمت بسرعة قبل ما أتأكد تماما من شعوري ناحيتها. ولاء أخت ليا وهتفضل طول عمرها كده. ربنا يوفقك. عجبك كلام الولد المجنون ده؟ طب اقعد بس واهدى. ايه الحكاية؟ عادل عادل عملت كده ليه؟ انا عرفت كل حاجة. ايوه بس احنا مرتبطين ببعض زي الاخوات. للاسف ساعات الواحد عاطفه بتخليه يفكر في نفسه بس مش في اللي فعلا بيحبه. بس انا اتغيرت. الحرب غيرتني. علمتني حاجات كتير. علمتني ان السعاده الحقيقيه الواحد يشوفها في عينين اللي حواليه مش في نفسه. وان الحب الحقيقي هو العطاء مش الاخذ. انا شفت ناس بتموت وتضحي عشان غيرهم يعيش. الحرب كبرتني يا ولاء وكبرت مشاعري للبلد وليكي كمان. خلتني اشوف الامور على حقيقتها مش بس من وجهة نظري. انت طول عمرك كنت اخت وهتفضلي كده واكتر من اخت كمان. يمكن بعد الحرب ما تخلص يكون حظي كويس واعرف الحب الحقيقي الصادق زي ما صفوت تعرفه معاكي. عادل انت عظيم. لازم الانسان يكون صادق مع نفسه. مفيش جواز ناجح يحبني على حب من طرف واحد. اشكرك. صفوت محتاج لك اكتر مني. وانتي اجمل هديه قدمها له. في عدالة بتقول كده؟ أب ارتكب جريمة تقوم تحاكم ابنه؟ ولاء ذنبها إيه تهدم سعادتها؟ مش دي اللي كانت كل شيء في حياتك؟ أمال كنت عايزني أعمل إيه؟ أجوزها لابن عدوي؟ عدوك انتهى، مات. لكن أصبح لك عدو جديد، أنت. أنت عدو نفسك. الحقد مالي قلبك. الناس اتغيرت خلاص يا رؤوف. ما بقاش في قلوبها مكان للكراهية. إبراهيم كفاية. أنا ما أسمحلكش تتعدى حدودك. أنا بتكلم بحكم الصداقة اللي بينا. الصداقة برضو ليها حدود. من امتى؟ من دلوقتي. معاك حق. وانا من رأيي ان مفيش صداقة بينا. بس لازم تعرف ان صفوت فقد رجله وهو بيدافع عني وعنك. في واحدة عاوزاك. واحدة؟ مين؟ اسمها ولاء. ولاء؟ قلت لي اني هنا؟ ايوه يا فندم. طب ساعدني. حاضر يا فندم. على مهل.
حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. صفوت. الحمد لله على السلامة. أنا كنت قلقان عليك قوي ودايما بسأل عنك. أنا كنت حجنت لأني مش عارفة حاجة عنك، ولما شفت الشبابيك مفتوحة قلبي حس إنك هنا. ازيك يا ولاء؟ أنا كويسة، ازيك أنت؟ دلوقتي صدقت الكلام اللي كنت بتقولهولي، إننا هنحارب وهنحقق النصر. أنا سعيدة بيك يا صفوت، عندي كلام كتير عايز أقولهولك. صفوت، أنا بقيت ملكك، خلاص بقيت ملكك. ولاء، أرجوك تنسي اللي كان بينا. أنسى؟ إزاي؟ أنت بتقول إيه يا صفوت؟ ده أنا عايشة على الأمل ده، ولولا الأمل ده ما كانش حياتي معنى، وجاي تقول لي أنسى؟ أنا ما بنكرش إن كان بيني وبينك حب، لكن خلاص أنت مش ممكن، مش ممكن. لازم تفهمي إني نسيتك وما بقالكيش في قلبي مكان. أنت بتكذب على نفسك، بتكذب على روحك وكذاب. قابلت صفوت؟ لسه بتحبيه؟ انا غلطت في حقكم، ولا انا ما عنديش مانع انك تتجوزه، بس هو عنده مانع يا بابا. قصدك ايه؟ ما بقاش في قلبه مكان ليا، نسيني وطلب مني انساه. لا يا ولاء، صفوة محتاج لك اكتر من اي وقت تاني، انت لازم تبقي جنبه، خصوصا بعد ما فقد رجله. رجله؟ من مطرحه وانا بتكلم معاه، ده كان مسنود على الكرسي. صفوت روحي له ولا وصرحي انك عارفه وراضيه بيه. باب تعالوا ويشوا معايا، انا قلبي وبيتي مفتوح لكم. بابا ربنا يخليك ليا. التاكسي موجود يا فندم. لسه ماشي حالا بتاكسي يا فندم. زودت حبي ليك اكتر واكتر، دي وسام شجاعتك وبطولتك. انا فخوره بيك وهفضل فخوره بيك طول عمري.
تسند عليا يا حبيبي، لاني دايما هكون جنبك.